يا مساء وصباح الخيرات والمسرات. اسمحوا لي وعلى هامش اللقاء العلمي الختامي الخامس ل2020 هنا في الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية أستأثر بلحظات ودقائق لا شك أنها الأغلى في حياتي، لأني سأوثق الآن كلمات موعود بها من فترة طويلة، نقد بناء من ذاكرة علم الإدارة يسير على الأرض، وأستاذي وحبيبي وأخويا برتبة قائد معالي اللواء الدكتور أشرف بيك النحاس، هو مستشار وزارة الداخلية لأكثر من 20 عام، وهو المستشار التنظيمي للوزارة، فخر الدولة المصرية، أستاذ العلوم الإدارية بجامعة ميرلاند الولايات المتحدة الأمريكية. ازيك يا فندم، اخبار حضرتك؟ اهلا وسهلا يا استاذ احمد. انا بشكل شخصي مستمتع جدا بتواصلي مع حضرتك. حبيبي ربنا يكرمك وبتعلم منك الكثير، تعطيني من وقتك الكثير. الله يكرمك. ويعني انجاز التعبير حظيت باستثمار حضرتك في شخصي الضعيف حول الكلمات والتوجيهات، ثم سالتك عن نقد لما اقدمه من حلقات اعلاميه، فقلت لي لعله في لقاء فيديو بيننا، فماذا تقول؟ فجأة كده رحت. أنا سعيد الأول بحضرتك. أنا أشكرك على التقدمة اللي أنت حضرتك دايما بتقدمني بيها. أنا حقيقة أقل من هذا بكثير، ولكن أنت بس اللي ربنا كرمك بالكلمات الجميلة والروح الحلوة اللي هي بنستمتع بيها. شوف يا أستاذ أحمد، أنا ربما يكون كلامي مع حضرتك هيخرج بره نطاق الأخوة اللي بيننا. نعم تفضل. أنا بأرى فيك اجتهاد غير عادي، أحد أهم مقومات النجاح. نجاح اللي عايز ينجح يشوف الكتاب اللي بيقرأ منه أحمد حبيب ويعمل فيه ويعمل زيه. دي حقيقة، دي حقيقة. ومن أول يوم إحنا تقابلنا اللي حضرتك أشرت بيها النهاردة في بداية المقدمة في الملتقى، هي دي حقيقة. إن أنا طبعا كان الاول كان بالنسبه لي كتاب مغلق، مش عارف ايه بالظبط الامكانيات، لكن الله اكبر وجدت امكانيات عاليه جدا. اذا كانت ينقص بعض الاداريات اللي هي بتنظم حياتنا وبتنظم، يبقى انت اكتملت وتكاملت. بقت معاك الاداريات اللي هي القواعد الاساسيه، ثم معاك القواعد الجميلة جدا في اللغة وفي الإلقاء وفي المفردات الكلمات. الاثنين لما بيتكاملوا مع بعض حقيقة يؤدي إلى النجاح أو للإنسان الناجح. أنا بتمنى على الله سبحانه وتعالى أن أنا أتقابل دايما مع حضرتك ومن نجاح لنجاح لنجاح. شوف يا أستاذ أحمد، أنت من الشباب اللي هي أنا بفخر أن في أواخر سلمي الحياتي أنا بأقابله، لأن في مثال حي، مثال جميل جدا لما يكون عليه الشاب المجتهد الذي يحفر في الصخر حتى يوجد اسمه ويحفر اسمه فيه. أنا اللي بشكرك تاني، وأنا بشكر الظروف اللي خلتني اجتمعت بحضرتك في الأكاديمية أو برا الأكاديمية. شكرا جزيلا. حبيبي وإخواتي وأساتذتي، كان هذا اللقاء بهذه الكلمات الأكثر من مهمة مع هذا العلم. إكسير الحياة بالنسبة لواحد زي حالاتي هو لقاء القدوة والقيادات والقادة والقدرات، ناس تقول لك أنت ناقصك كذا ومهم عليك كذا وكمل في الطريق الفلاني. لطالما سألت معالي اللواء الدكتور أشرف بيك النحاس شايف أبدأ منين، قال لي استمر، نظم حياتك، رتب ما أودعك الله به من مهارات وإمكانات يحتاج منك إلى دعاء بالحفظ ورعاية من الله كريمة بإذن الله. تحياتي لحضراتكم، كانت شهادة للتاريخ، وإلى اللقاء. أحمد حبيب.